وينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. بداية وبعد التحية، منذ العقد الماضي والعلاقات الاقتصادية بين الدولتين الشقيقتين في تزايد وتعكس بالفعل رغبة من الطرفين في الاستفادة اقتصاديا من إمكانيات بعضهما البعض، برأيك ما هي أبرز المجالات الواعدة التي تنتظر التعاون أو زيادة التعاون بين البلدين، بخلاف بالطبع المجال الأبرز وهو مجال الطاقة في الشرق المتوسط؟ مساء الخير لحضرتك طبعا ولكل المشاهدين. هي طبعا زيارة تاريخية بيقوم بها الرئيس التركي إلى مصر، طبعا في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية اللي العالم كله بيشهد ليها، يعني معدلات النمو في العالم للأسف متراجعة، وطبعا في حالة من التضخم الكبير. فبيكون النهارده يعني النقاش حوالين العديد من القضايا اللي هي ذات اهتمام كبير جدا ما بين الدولتين، خاصه في ظل الاوضاع الاقتصاديه العالميه. منها كثير من المجالات، نعلم جيدا ان مصر وتركيا لهم العديد من القدرات الاقتصاديه، ان احنا بنشوف ان حجم التبادل تقريبا التجاري ما بين الدولتين قرب 8 مليار دولار خلال العام الماضي. وطبعا في بنتساوى في الميزان التجاري قرب الدولتين ما بينهم وبين بعض في الصادرات والواردات. العديد من الانشطه دائما ما بتناقش ما بين يعني الغرف التجاريه ما بين الوزارات والاجهزه المعنيه. مصر لها اهميه كبيره جدا في عمليه التصدير لتركيا خلال الصناعات الكيماويه والاسمده والمواد البناء والغزل والنسيج والالكترونيات وما شابه لذلك، وتركيا لها باع كبير جدا في كيفيه زياده الاستثمارات في الدوله المصريه، ولها من المصالح المشتركه والاستراتيجيه خلال العقود الماضيه. النهارده في خلال يعني خلال الزياره اللي بيقوم بها السيد الرئيس التركي لمصر، هيتم بناء العديد من الاتفاقيات حوالين زياده القدرات التجاريه والاستثماريه خلال المرحله القادمه ان شاء الله. اعتقد منها زياده التوسع في المنطقه اللوجستيه في قناه السويس، زياده الاستثمارات في الغزل والنسيج، زياده الانفتاح الكبير جدا على السوق الاوروبي من خلال تركيا، وايضا زياده الاستثمارات التركيه للتوسع في القاره الافريقيه عن طريق مصر. هذا هو التصور تقريبا اللي هيكون في الملف الاقتصادي اللي بيتم مناقشته ما بين السيد الرئيس والرئيس التركي. نعم، الحديث أيضا دكتور مصطفى عن العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين لزيادة التجارة البينية بين مصر وتركيا بالعملتين المحليتين. هو طبعا بكل تأكيد من أهم الجوانب والاعتبارات اللي هيتم الاتفاق عليها النهاردة إن شاء الله، وده من الأمور اللي هي يعني حديث الساعة، كيفية التعامل ما بين الدول وما بين بعضها بالعملات المحلية. يعني هيكون في تعامل أو اتفاقية إن شاء الله النهاردة ما بين الدولة التركية والدولة المصرية في استخدام الليرة والجنيه المصري، خاصة إن في تنامي في حجم التبادل التجاري ما بين الدولتين، وهذا هو التصور العالمي النهاردة في كيفية استخدام العملات المحلية مقابل بعضها البعض، خاصة إن في انفتاح كبير جدا على العديد من الأسواق العالمية اللي بترغب إن يكون في استثمارات ما بين بعضها البعض بالعملات المحلية، مثال الصين، مثال روسيا، مثال طبعا بعض من الأشقاء في الدول العربية. أعتقد من أهم الملفات كمان اللي هي بتقوم على العلاقات السياسية اللي نعم. ممكن تفتح زيادة من الأسواق زي ليبيا والسودان وأثيوبيا والحل نعم. الخاص بدولة فلسطين. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي.